لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ربكم ادعوني أستجب لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين، حمدا شاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد، يا ربنا لك الحمد، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إن نسألك لسانا رطبا بذكرك، وقلبا منعما بشكرك، وبدنا هينا لينا بطاعتك، واعطنا مع ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس، ونسألك الغنى عن الناس، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم نسألك التوبة الكاملة والمغفرة الشاملة والمحبة الكاملة الجامعة والخلة الصافية والمعرفة الواسعة والأنوار الساطعة والشفاعة القائمة والحجة البالغة والدرجة العالية، وفك وثاقنا من المعصية، وفك وثاقنا من المعصية،
ورهاننا من النعمة بمواهب المنة. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعصية وأسبابها ونعوذ بك من المعصية وأسبابها. فذكرنا يا فذكرنا يا الله فذكرنا يا الله فذكرنا يا الله فذكرنا يا رحمن فذكرنا يا رحيم. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد.